ما تشوفش ربما ولا ما لحقاتكش هذا التعليق انه راك تخدم بيها، لانه يقولوا ما تعرفش هي دوكا ما على بالهاش واش راهو صاري دوكا، باش لحقوا لها باللي الانترنت يقدروا يشوفوك في امريكا يقدروا يشوفوك في فرنسا، ما عندهاش هذه الفكره، ما قدروش يلحقوها لها باسكو تشوفها امبوسيبل. ما لحقاتكش هذه الفكره انك راك تخدم بها بزاف؟ هذو الكومونتير لحقني 5% تقولي من 100% لحقني بزاف. اها وكيفاش واجهت؟ انا واحد من الناس ما الانتقادات كيما هكا ما ردتش عليهم، انا نقول له الهدف تاعي في الحياه وهي الهدف تاعها في الحياه دركا ترى العمره، وانا هذاك هو الهدف تاعي اللي حاب نديره في حياتي دركا، اول اهداف حياتي نديها هي وما جداتي ان شاء الله، هذا هو اول اهدافي ومن بعد نكمل انا مشواري ان شاء الله. ربي يرحمها. شحال عمرها؟ 91 سنه. 91 سنه تبارك الله عليك، ربي يطول في عمرك. انا بصراحه